تكمن قوتك في قدرتك على التحكم في عواطفك، وبمجرد أن يتحكم شخص ما في عالمك الداخلي سوف يصبح سيدك. قم بحماية سمعتك مهما كلفك الأمر. عندما تكون قوية نادرا ما يتحداك خصومك، وعندما تكون ضعيفة ستأتي الهجمات من جميع الجهات. أخمد الجمر قبل أن يتحول إلى حريق. لا تتخذ قرارات عندما تغيم عليك المشاعر، انتظر الصفاء من ثم تصرف. كن قابلا للتكيف في حكمك، لأن أمواج التغيير لا تتوقف، وستؤدي ببطء إلى تآكل أي هياكل صلبة تقف أمامها. كن سائلا، وإلا سوف تتعرض لخطر التحول إلى غبار. إذا أردت إيقاظ الإمكانات الحقيقية لقوتك، ركز طاقتك نحو هدف واحد. احذر من أولئك الذين يزعمون أنه ليس لديهم اهتمام بالسلطة، لأن هذا غالبا ما يكون استراتيجية بهدف نزع سلاحك. عندما يحين الوقت سيضربون دون تردد، وسيكون الوقت قد فات للتصرف. المملكة المعزولة هي مملكة ضعيفة. لكي تكون قويا يجب أن تبرم تحالفات. يمكن أن تتحول القلعة بسرعة إلى سجن عندما يحيط بها الأعداء. للحصول على حليف حقيقي اشرح له كيف يمكن لقضيتك أن تفيده. إن روابط النوايا الحسنة ليست سوى خيوط رفيعة، في حين أن روابط المصالح المشتركة مثل سلاسل من الحديد. انتبه لنتائج الناس وتصرفاتهم لا لنواياهم. على الرغم من أن الكثيرين يرغبون في القيام بعمل جيد، فإن هذا لا يضمن نتائج جيدة. ادخل المعركة بجرأة. غالبا ما يقابل العمل المحتشم بمعارضات قوية. عندما تكون محاطا بالفوضى كن منظما. عندما ترتفع المشاعر وتنخفض ابقى هادئا وثابتا. عندما يلوح الخطر ويتراجع أعتى المحاربين وأشجعهم من الخوف، قف شامخا وواجه الشر القادم. اجعل قيمك مثل منارات مشرقة في خضم الفوضى. امنح أتباعك شيئا لتوجيه أنفسهم به. عندما يتم التغلب عليك استسلم. لا تسمح لنفسك أن تسحق بالكامل بسبب الكبرياء. لن يعتبرك عدوك تهديدا بعد الآن، مما يمنحك الفرصة للتخطيط لهجوم آخر. وجه تحركات عدوك بإغرائه بالطعم وإثارة غضبه والتلاعب بكبريائه. قم بتعطيل خططهم بإغراءاتك وتحكم في خصومك كما يحلو لك. التصرف المتسرع يضعف سيطرتك. كن على ثقة من أن طموحاتك ستؤتي ثمارها، وكن صبورا كالمزارع الذي يقلب تربة حقوله حتى تكون جاهزة لزراعة المحاصيل. هيئ الظروف اللازمة لازدهار الناس. تأتي احتياجات مملكتك قبل رغباتك المغرورة. استخدم مظاهر العظمة والنظارة لتبدو قويا أمام الآخرين. افرد الاحترام من خلال ظهورك الملهم المهيب. كن رمزا للتحول لشعبك والاستجابة لمطالبهم. استمع إلى هذه النصيحة وجمع مخلصيك حولك. احذر من الربح السهل.
خطط لأمورك حتى النهاية، وبذلك ستكون قادرا على مواجهة الانتكاسات التي ستعيشها حتما. قم بإخفاء خططك بالتوجيه الخاطئ، واجعل أعداءك يؤمنون بشيء ما، لكنك في الحقيقة تبتكر استراتيجية لشيء آخر في السر. عند قيامك بذلك سيضع أعداؤك دفاعاتهم في المكان الخطأ، تاركين ما تريده فعلا مكشوفا للاستيلاء عليه. اقضي على مشاكلك تماما لئلا تعود إليك بالانتقام. اعترف بالعظمة الكامنة في الآخرين وامنح عطاياك لمن يستحق. أشعر الناس بالاعتزاز في حال كانوا سيبذلون قصارى جهدهم. لتشوش وترهب أعدائك كن شخصا لا يمكن التنبؤ بأفعاله. عش بالمبادئ التي ترغب من الآخرين اتباعها.